السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن التقييم الأسبوعي السابع، الصف الثالث الابتدائي، لغة إنجليزية. عندي هنا إدارة تنمية اللغة الإنجليزية، وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، العام الدراسي 2024-2025. هتكلم عن الأداءات الصفية. جايب لي هنا يونت 3 بارت 2 on the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. Choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. قبل ما أنا أبدأ هراجع مراجعة سريعة على البريزنت كونتينيوس. قلنا البريزنت كونتينيوس بيتكون من am، من is، من are، زائد الفيرب في الانفينيتيف بلس ing. طبعا احنا عارفين I بتيجي مع am. عندي هي، عندي شي، عندي it، عندي اي اسم مفرد بيجي مع is. عندي هنا they، عندي we، عندي you، وعندي الاسم الجمع بيجي لي مع or. تمام. طيب انا عندي keywords، لو لقيت كلمة now الان اعرف ان ده بتكلم عن الزمن ده. ان لقيت كلمة at، the، مومنت، في هذه اللحظة. إيه لقيت لما تطلع سنة ستة هيديهولك بتوسع. لما تلاقي عندك هنا this week، هذا الأسبوع، this month، هذا الشهر، this year، هذه السنة. ولما تلاقي كلمة at present، في الوقت الحاضر. ولما تلاقي كلمة look، وعندي exclamation mark. ولما تلاقي كلمة listen، استمع، و exclamation mark علامة تعجب. الكلمات دي ان لقيتها بتستخدم التكوين ده، am والفيرب في الانفينيتيف و ing، يا اما is فيرب في الانفينيتيف و ing، يا اما are والفيرب في الانفينيتيف وال ing. الزمن دو بيعبر عن فعل او حدث يحدث وقت الكلام الان، وبستخدم الزمن ده لوصف صورة. طيب انا عندي هنا في نمبر 1 بيقول لي we are. انا قلت لك بعد am و is و are الفعل ing. طب انا عندي كلهم فيهم ing، drawing يرسم الان، singing يغني الان، watching يشاهد الان. فبيتكلم ان we are tv in the living room، يبقى we are نحن نشاهد watching tv in the living room، في غرفة المعيشة. هنا عندي you are، you are عندي الفيرب to be are، يبقى playing، you are playing sports، انت تلعب رياضات الان. تمام. عندي his اللي هي دي اختصار. بصوا يا جماعة، his بتساوي he is، بتساوي he is، هو يكون. هنا taking photos يلتقط صور، ولا going photos، ولا doing photos يفعل صور، لا taking photos. بعد كده they are هنا drawing magnets، يعني ايه؟ بيرسم المغناط، collecting magnets يجمع مغناط، painting magnets يدهن، لا collecting يجمع المغناط او المغانط، عشان دي هنا جمع. I am working، انا اعمل to music للموسيقى، ولا doing، ولا doing، لا I am listening to music، انا استمع الى الموسيقى الان. I قلت بيجي بعديها الفيرب to be am. I am watching، انا اشاهد a movie، الفيلم now الان. He بتاخد الفيرب to be is. He is playing tennis، يعني هو يلعب التنس. هنا she برضو is taking a photo، هي تلتقط صور. they are، طب انا كله في هنا ing، they are playing water، هم يلعبوا ماء، ولا storing water، ولا drinking، لا هنا drinking، they are drinking water، يعني هم يشربون الان ماء. عندي هنا they are football، كرة قدم، in the garden في الحديقة، watching يشاهدوها، ولا playing، ولا walking يمشوا، لا they are playing، هم يلعبوا
الآن فوتبول، كرة قدم، in the garden، في الحديقة. هنيجي هنا للأداءات المنزلية، الأسبوع السابع، الصف الثالث الابتدائي، العام 2024-25. هيكمل هنا عندي what are you قلت أنا دلوقتي لو عندي أداة استفهام am و is و are و subject فاعل بعدها الفعل ing، يبقى what are you drawing، هنا بيجي لي فعل ing. ماذا ترسم الآن؟ what are you drawing. he is، قلت بعد ال is أحط verb ing. طب كلهم كده. he is watching his lunch، هو بيشاهد غداه. running يجري، ولا eating eating. he is eating his lunch، هو يأكل غداه. بعد كده she is write، هي تكون تكتب. اولا الفيربين ورا بعض ما ينفعش. لو انا عندي مثلا ده بحذف الاي واحط اي ان جي، يبقى write مش هينفع، وsing مش هينفع. هي singing، she is singing a song، هي تغني اغنية. I am playing in the park، يعني انا العب in the park في الحديقة. my mom، امي. walking my food، تمشي طعامي. ولا taking، تتحدث طعامي. ولا cooking، تطبخ. هنا mom is cooking my food، تطبخ طعامي. what are you، بعد قلت am و is و are، الفيرب في ing. طب ما هنا في subject، تمام، ما انا عشان ده سؤال. what are you watching، ماذا تشاهد الان. عندي number 7، nader is talking to، بعد am و is و are الفعل ing. nader is to his friends، لاصدقائه. what music، ما الموسيقى. اللي are you washing، بتغسلها. ولا drinking، تشربها. لا listening. what music are you listening to، ما الموسيقى. what music are you، اللي انت listening to، تستمع اليها. she is watching TV، هي تشاهد التلفاز. my father ابي is travels. لا لو انا شايل لي is كنت هقول ده زمن البريزنت سيمبل، تمام. كده كده travel ما تنفعش لان ده اسم مفرد. هنا يبقى my father is traveling، يسافر الان to Paris، لباريس. طيب عندي هنا التقييم الاسبوعي، الاسبوع السابع، الصف الثالث الابتدائي، unit 3 part 2 Model 1 complete with correct words. عندي sign يعني إشارة، special مميز، class فصل، here يسمى. my name is ملك، أنا اسمي ملك. in my class، في فصلي. I have friends، أنا عندي أصدقاء. who need، الذين يحتاجوا. special help، لمساعدة خاصة. تاليا can't hear well، تاليا لا تسمع بشكل جيد. أمير can't speak، أمير لا يستطيع التحدث. we use sign، نحن نستخدم الإشارة. we use sign language، بنستخدم لغة الإشارة. to understand each other، ليفهم بعضنا البعض. جايب لي هنا بنك تويت the following، المرة دي جايب لك علامات الترقيم. انا علمتك قبل كده ان اول حرف في الكلمة في بداية الجملة capital، how، يبقى هنا ال h capital. how are you، يعني كيف حالك، يبقى تحط لي question mark، علامة استفهام. عندي هنا التقييم الأسبوعي، الأسبوع السابع، الصف الثالث الابتدائي، لغة إنجليزية، unit 3 part 2 on the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. model B complete with the correct word. book، كتاب. helping، يساعد. walk، يمشي. school، مدرسة. hi my name is عادل. I go to school in Cairo، أنا بروح المدرسة في القاهرة.
I have friends، أنا عندي أصدقاء. Who need special help، بيحتاجوا لمساعدة خاصة. My friend Mark can't walk، صديقي مارك لا يستطيع أن يمشي. I can get the book for him، أنا أستطيع أن أحصل على الكتاب. for him له أو من أجله. and my friend أحمد can't see well، لا يستطيع أن يرى. يبقى I like، بعد like الفيرب ing، I like helping، أنا أحب مساعدة my friends أصدقائي. طيب عندي banquet with the following، آدم الـ A capital can't see well، آدم لا يرى كويس. يبقى هنا في الآخر هحط بيريود نقطة وهنا الـ A capital. طيب عندي هنا التقييم الأسبوعي، الأسبوع السابع، الصف الثالث الابتدائي، موديل C، complete with the correct word. I am ندى، أنا اسمي ندى. I am in grade 3، أنا في الصف الثالث. I like listening to pop music، أنا أحب أن أستمع إلى موسيقى البوب. I don't like، أنا لا أحب taking photos، أن ألتقط الصور. My sister Hala likes drawing، أنا عرفتك بعد likes أو like. أنا ليه هنا حطيت اس يا جماعة؟ لأن جاي لي بعد اسم مفرد، ما أنا قلت بعد هي أو شي أو ات في البريزنت سيمبل بحط الفيرب اس. فهالا لايكس تحب، بعد لايك أو لايكس الفيرب في اي ان جي. يبقى هالا لايكس دروينج بكتشرز، تحب رسم الصور. وهالا اند اي، وأنا لايك كولكتنج ماجنتس، بنحب تجميع المغناط. عندي بانكت ويت ذا فولوينج، ده علامات الترقيم. اي ام، يبقى هنا بص الاي كابيتال. اي ام فيري excited، انا متحمس جدا. انا قلت لك عند الشعور القوي بحط exclamation mark، علامة تعجب. في نهاية الفيديو اتمنى انه يكون نال على اعجابكم. انا خلصت النهاردة الاسبوع السابع الاداءات الصفية والاداءات المنزلية والتقييم الاسبوعي A و B و C. ما تنساش اضغط لايك واشترك في القناة، لايك بتاعتك بتفرق معانا في انتشار الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.